هذه كرة ملعوبة إلى الأمام تعود مرة أخرى بدعوة تشينغبياو في الجهة اليمنى لمسة أمامية عند سيدريك باكامبو بعد ذلك حكم جولتين حتى الآن مرور جولتين بيجين في الصدارة وهذه كرة يا لها من محاولة عرضية رائعة جدا الكوري الجنوبي كيم مين جاي يرتقي يقفز في اللقطة الأخيرة كوان بهدفين دون رد على أرضية هذا الملعب على أرضية هذا الملعب بيجين بتعدي الكرة إلى خارج الملعب إلى ربيع جانبي يونيو بل يلعب في أغسطس مع بداية الموسم بالنسبة لغرب القارة هذه كرة عرضية هانغ يانينغ مرة أخرى كرة في الجهة اليمنى تغطية وارد دايموند لقب الأول في عام 2007 في سيول الكورية الكرة في الجهة اليمنى في العاصمة بيجارولاتو أوغوستو كرة مقطوعة من جانب الدفاع تعود ربيع جانبية صينية الكرة لمصلحة بيجين جوان على طريق جوناثان في شرق القارة عندنا أغلب المباريات فيها الملاعب ممتلئة في غرب القارة يعني بنتيجة كبيرة جدا وتصدر طبعا مجموعة في ملعب كربلاء زوراء في غرب القارة في انتظار بيجين واحد من الأندية المرشحة أيضا والذي فاز باللقب المحلي لقب بطولة الدوري كرة عرضية محاولة وصلت إلى باكامبو غير معقول باكامبو سيدريك أضاع ما لا يضيع في اللقطة الأخيرة الكونغولي يهدر فرصة هدف أول محقق هنا المرور هنا التوغل في اللقطة الأخيرة وعد حارس المرمى لعبها بعد ذلك إلى خارج الملعب ولكن التصدي ثم كرة ما زالت تتهيا وتصويب يا الله إيفر جراند هذا باكامبو سيدريك يلعب كورة ولكن بعيدة 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 الله على تمريرة ريناتو أوغوستو يدلع باكامبو في هذه المباراة أكثر من تمريرة بينية أكثر من تمريرة سحرية عن طريق ريناتو أوغوستو هنا باكامبو اليمنى لمسة بعد ذلك إلى الأمام كرة إلى باكامبو تضيع بسهولة على الفريق الصيني عرضية الكرة بالراس تأتي ولكن حالة تسلل في الإسباني جوناثان يطرق من جهة اليمين جوناثان يواصل ما زال يحاول يعود إلى الخلف ثم لاعب ستاندرد ليج البلجيكي سابقا هذه كرة أمامية محاولة جوناثان يسقط هو جوناثان فييرا جوناثان يلعب كرة جوناثان ولكن تصطدم في أصبحت الآن تستقطب المدربين الكبار كرة فيها تصوير اللاعب هذه كرة عن طريق الجهة اليمنى في انتظار العرضية المرور يأتي ثم كرة في الجهة اليمنى أذن بتنفيذ الضربة الركنية ثم عرضية ملعوبة إلى القائم الأول تتخلص جوناثان فييرا والتصويب وحتى الآن ما زال صامت ما زال الصمود مستمر بضربة الركنية الكرة تعود مرة أخرى بالكعب هذه تمريرة تغطية بعد ذلك من جانب الدفاع ثم الموسم الماضي باكامبو الذي سجل مع فياريال طبعا 9 أهداف مرة أخرى 3 نسخ ماضية لم يتواجد فيها فريق بيجين جوان يعود مرة أخرى بعد آخر مشاركة في عام 2015 بالنسبة لفريق الآسيوية المقترح يقول بأنه هناك ممكن أن يكون تأجيل لمباريات أكثر من 40 مليون مشجع لفلامينغو حول العالم هذه كرة عرضية التغطية كرة عرضية تأتي ولكن التغطية من جانب الدفاع ما زالت قوية نيشيكاوا قوية الكرة الأخيرة
من خارج المنطقة تأتي التصويبة عن طريق داباو. 12 دقيقة من أحداث شوط المباراة الأول. هذا هو وانغ يلعبها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء. دايغو الكوري الجنوبي الذي انتصر في أول جولتين. هنا كرة عرضية تأتي فيتقدم وانغ غانغ. وانغ يلعبها عرضية والمتوفى تأتي بجين غوان الطرف الأفضل في ألمانيا. كرة طويلة سهلة بعد ذلك البطولة الآسيوية. كرة ملعوبة أمامية. جوناثان فييرا عدى. فييرا انطلق. فييرا توغل. فييرا لمسة إلى الأمام. شوف تحركات. راقبوا ريناتو أوغوستو ما يفعل في هذه المباراة. ضربة ركنية ملعوبة عرضية إلى القائمة الثانية. سيدريك بالراس يا بكرية ووركرز في العاصمة الشعبية بيجين. مشاهدين متابعين في كل مكان. تاريخية ثالثة. نتيجة سلبية في شوط المباراة الأول في انتظار أكيد جدا لوسط ملعب بيجين غوان. الكرة ملعوبة طويلة تعدي إلى خارج قضية الملعب إلى رمية جانبية. والمنتخبات العالمية كلاعب أساسي وأحيانا طبعا يتواجد على قائمة البدلاء مع السيد تشيتشي في المنتخب البرازيلي. باتجاه زانغ يانينغ. جوناثان قوية. أوه يا الله ضاعت كرة في منتهى الخطورة. تصويبة قوية عن طريق الإسباني جوناثان فييرا لمصلحة أوراوا. يحاول أوراوا عودة إلى الخلف مرة أخرى إلى داخل منطقة الجزء الملعب. لمسة وتمريرة بينية عند ريناتو ولكن هناك حالة تسلل موجودة من خلال اللقطة الأخيرة. جوناثان فييرا بجانب ريناتو. هذه محاولة زانغ يلعبها. اقترب بجين غوان من أولى أهدافه في هذه المواجهة. هنا الاستلام الدوران والتصويب والحارس نيشيكاوا. Second half, according to the official of the stats. And there's a foul now as Renato feels the pain from Uwantan. Oh, just scored on the from Pau, wasn't far away. Header just over. Oh no! It was the defender Yuta Bao. Again, towering header. Gets a lot of it. Just not the accuracy. Powerful. Just have a look. Gets the better of Mariwaki. But not the better. Beveridge, Zhang, Vieira. Oh, Janzi Shirt skies it high. Chance number 18. Another one. Misses the target. Combo providing that little late run. There you go, movement. And then that's the composure this time. For me, a very good cutback because he does find Zhang Yuning. Wooten's delivery. There's a little shove there as Kim Min-jae rose highest. That was good central defensive work from Kim Min-jae. Good. Vieira. One of those.